الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يا ربنا لك الحمد حمد الشاكرين الذاكرين لك الحمد حمد المنيبين المخبتين عز جارك وجل ثناؤك ونفذ أمرك الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق وأشهد أن لا لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ننجو بها من النزغات ونعلو بها إلى أعلى الدرجات وأشهد أن القائد والقدوة محمدًا رسول الله الذي طلع في أفق الوجود بدره وسطعت فيه شمسه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وترك فينا ما إن تمسكنا به لن نضل أبدا كتاب الله وسنته بأبي وأمي وروحي وولدي هو عليه الصلاة والسلام اللهم صلي وسلم على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم صلاة وسلاما دائمين متلازمين على مر الدهور والأيام وارض يا ربنا عن الذين أيدوه وناصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وأستفتح بالذي هو خير فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره اللهم سدد قلبي ولساني اللهم اجعل الصدق والإخلاص رائدي في كلامي اللهم افتح قلوب السامعين وعقولهم لسماع كلمتي رباه رباه لا تجعلها صيحة في واد ولا نفخة في رماد وبعد أحبتي في الله إني أحبكم في الله فاسمعوا مني أبين لكم لعلي لا ألقاكم بعد موقفي هذا أيها الأحبة يا تلاميذ محمد ويا جند القرآن العظيم
لا يختلف اثنان على أن أمتنا مع كثرة ما تعاني من ضربات متلاحقة موجعة، وأنها على كثرة ما تتلقى بجسدها المترنح النازف من سهام الغدر والخيانة والعمالة، وعلى أنها رغم كل ما أصيبت به من محن وإحن ولأواء وشدائد وبأساء وضراء وزلازل كافية لأن تبيد أي أمة ولأن تفني أي وجود، لا يختلف اثنان أن الأمة رغم كل ذلك بدأت تشعر بحالة من العافية وبدأت تستعيد شيئا من الصحة، وبدأت بعض الجراح فيها تلتئم، وبدأت أمراض عدة بالزوال والاضمحلال، حتى أخذ جسدها المنهك بالحركة بعد طول سكون، وأخذ يتململ للاستيقاظ بعد طول نوم ورقاد، وبدأ العملاق المتمدد على الأرض الذي يرصف في أغلاله بدأ يستشعر قوته التي غابت عنه بفعل حقن التخدير المتواصلة التي ضربه إياها الأعداء الذين شلوا حركة هذا العملاق ببعض الحقن المخدرة. بدأ العملاق يستشعر قوته ويعلم أنه قادر على أن يكسر الأصفاد وعلى أن يحطم الأغلال وعلى أن ينهض بعد طول استلقاء وتمدد. إن أمتنا بدأت تدب فيها حالة من الصحوة التي تحتاج إلى ترشيد، وتحتاج إلى ضبط مسار، وتحتاج إلى تحديد مسير، وتحتاج قواها التي بدأت تتنامى إلى ترتيب أوراق ووضع منهجية تكامل، حتى يعرف كل منا دوره وننطلق جميعا لاستعادة رايتنا المفقودة ورفعها عاليا في سماء العزة والكرامة. إننا وبإذن الله الواحد الديان بدأنا نتنسم عبير النصر، وبدأنا نشم أريج الحرية، وبدأنا نرى تباشير الفجر القادم بعد ليل طويل طويل أرخى سدوه على أمتنا وخيم بعتماته على خيريتنا وعزتنا. إننا لنعلم يقينا أن جراحنا النازفة هنا وهناك، وأن وجودنا الحق الذي يضرب بكل قوى الكفر المتحدة المجتمعة، نعلم جميعا أن هذا سيؤول في القريب العاجل إلى ظهور رايات النصر بإذن الله الواحد الديان. أيها الأحبة، وفي هذه الحالة التي تعيشها الأمة والتي بدأ عدد أحرارها فيها يزايدون، وبدأ الشرفاء في الكشف عن حقيقتهم، وبدأ العاملون لهذا الدين يأخذون مواقعهم ويبذلون ما يستطيعون، وبدل أطفال وأشبال وفتية الإيمان يقبلون على الرايح بعد طول التنكب ويسرعون إلى الالتحاق بالركب بعد طول تمهل وتقصير، إننا وفي ظل هذه الحالة
التي تمزج بين ألم وأمل، والتي تجمع بين الجراح وبين أمل الفرح القادم. إننا في هذه الحالة يجب أن نعلم بأن أعداءنا لن يسكتوا عن أن تكمل صحوتنا أو ترشد مسيرتنا أو ترتب أوراقنا، وسيسعون جاهدين إلى أن يعطوا العملاق حقنا أخرى متلاحقة. إنهم سيعجلون في ضرب الأمة ضربات تربك حساباتها لكي تشل حركتها. إنهم سيسرعون إلى أن يشغلون بهوامش الأشياء وتوافه القضايا حتى ننصرف عن القضية الأم المصيرية والخطيرة، ونبقى مشتت الأفكار مهدوري الطاقة في مسائل هم رتبوا أوراقها وهم نظموا فصولها. وما حادثة اجتياح الجيش الإسباني لجزيرة ليلى المغربية إلا صورة من هذه الصور التآمرية، حيث أرادوا أن يصرفوا أنظار الأمة إلى هذه الجزيرة الصغيرة التي لا شيء فيها، وأرادوا أن يشغلوا العالم العربي والإسلامي بهذه الحادثة لكي ننصرف عن المخططات الجهنمية التي تمارس بيد اليهود والأمريكان على شعبنا الصامد في فلسطين وعلى كل أماكن جراحنا هنا وهناك. لذلك يا حملة التوحيد، ما زالت صرخة عمر تدوي: لست بالخب ولا الخب يخدعني. ما زال حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام يتردد مجلجلا في رحابنا: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، المؤمن كيس فطن. علينا ألا نساق وراء التسويق الإعلامي حول القضايا الصغرى ونترك ترشيد المسيرة وتدعيم القواعد وترتيب الصفوف وتنظيم السرايا، وأن يأخذ كل منا دوره، وساعة الثأر بإذن الله جد قريبة. أيها الأحبة، في ثنايا هذا الظرف وهذا الوضع علينا أن ندرك مجموعة من الحقائق التي جهلها يؤدي إلى أن نقع في حبائل أو في شراك المخطط الكفري لصرفنا عن مسيرتنا ولإجهاض صحوتنا. مجموعة من الحقائق يجب أن تدركوها وأن تعوها وأن يدركها كل مسلم وكل غيور وكل موحد وكل من يشعر بألم القلب وبقرح الكبد وكل من يألم لحال أمته هنا وهناك. مجموعة من الحقائق أسوقها إليكم من رحم المعاناة ومن وحي التجربة ومن خلال تلسكوب الرصد لحركة الكفر التآمرية على امتداد زمني وعلى اتساع مكاني. حقائق لا بد أن تدرك، لا بد أن يعيها الصغير والكبير والحاكم والمحكوم، حتى لا نخدع من جديد ولقد خدعنا ألف مرة قبلها. الحقيقة الأولى، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 عام من يجدد لها أمر دينها. إن الدين أيها الأحباب، ومن خلال كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يحتاج إلى تجديد بين كل فترة وأخرى. يا ترى ما هو هذا الدين الذي يجدد للأمة؟ هل هو تجديد في أصل الأحكام؟
هل هو تجديد في أن نغير ملامح الحلال والحرام كما فعل بعض دعاة التنوير والتفكير والتحرر الثقافي؟ ما هو التجديد؟ هل هو أن نتجاوز النصوص؟ هل هو أن نحذف السنة على رأي بعض التيارات الباطنية المزندقة التي الآن تنخر في الأمة لإجهاض صحوتها وتلعب دور الذراع الأخطبوطي التآمري لصالح أعدائنا تحت عباءة اللحى والإسلام والتزكية والتربية؟ ما هو التجديد؟ ما هو التجديد؟ هو أن نختزل ثلاث أرباع آيات كتابنا ونحصر الدين في أشكال وطقوس مكررة لا تسمن ولا تغني من جوع. ما هو التجديد؟ ما هو التجديد؟ هو أن نجعل كتاب الله خلفنا ظهريا وأن نسعى لاستيراد الآراء والأفكار البشرية من هنا وهناك ونصبغها بصباغات الدين ونسوقها للناس على أنه دين تجديد. إن التجديد أيها الأحبة المقصود في هذا الحديث هو إكمال الناقص من الدين في حياة الأمة وتذكيرها بما غفلت عنه وتعليمها ما جهلت منه، أي الفرائض المغيبة تعود إلى الظهور من جديد، لأن الفرائض المغيبة من ديننا ما غيبت من تلقاء أنفسها، إنما غيبها الأعداء من خلال مخططات طويلة الأمد. إن التجديد المعني في حديث النبي عليه الصلاة والسلام هو أن يحمل المسلم دينه كاملا، فإذا كانت هناك جوانب مضخمة على حساب جوانب علينا أن نعيد التوازن، إذا كانت هناك أمور حذفت على حساب أمور علينا أن نستعيدها لكي يكمل الدين في حياة المسلم. وعلى هذا الأساس تعالوا معنا أيها الأحباب لكي نرى أين سر التجديد في ديننا، ما هو الذي يجب أن يجدد في دين الأمة. وإني أريد الآن أن تفتحوا مدارككم وعقولكم وأن تكونوا معي في كل كلمة سأقولها. سألتكم بربي منذ أن بدأ النبي عليه الصلاة والسلام دعوته وألقى الإسلام بجرانه في الأرض وقامت دولة الإسلام من خلال الإسلام المتكامل، منذ ذاك التاريخ وحتى الآن، سألتكم بالله عبر فترات التاريخ ما هي القضايا أو ما هي الفرائض أو ما هي الأحكام التي كلما غابت ذللنا وكلما حذفت انتكسنا؟ أهي صور الذكر أم صور التعبد أم صور العلم وحلقات العلم والمؤلفات؟ لا، إن الإسلام منذ أن تم وإلى هذه اللحظة لم تغب منه صور الذكر، بل تتزايد كلما كان هناك احتلال وكلما كان هناك طغيان وكلما كان هناك استبداد واستعباد. الذكر، العبادات، المؤلفات، المسائل الفقهية والشرعية في أشد عصور الأمة ألما كانت هناك نسبة من المؤلفات في مسائل الفقه والتشريع لا عد لها ولا حصر. إذن ما هي الأمور التي غيبت؟ إنها قضايا الجهاد، إنها أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنها فريضة الصدع بالحق والنطق بكلمته. حينما غابت هذه الفرائض انتكست الأمة في أكثر من مرحلة وفي أكثر من فترة. أيها الأحبة عليكم أن تعقلوا هذا جيدا، حينما جاءت زحوف التتار كانت مكاتب بغداد
تضج بالمؤلفات، وكانت شوارعها لا تخلو من الرباطات والزوايا والأذكار والأوراد والسبح، وكانت مساجدها عامرة يؤمها المصلون في أجواء من التكييف خير من تكييف زماننا، وتمتلئ بأهلها. وجاء التتار وقتلوا وذبحوا ودمروا، ولم يغني عن الأمة ما هي فيه لسبب غيبة فريضة الجهاد وفريضة الرباط وفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حينما جاء الفرنجة بحملاتهم الصليبية كانت الأندلس منارة العالم الإنساني في الإشعاع الحضاري والفكري وفي الميراث العلمي والفقهي، وبصور صور التعبد وأماكن التعبد الفاخرة التي إلى الآن يؤم بقاياها السياح يدهشون ويشدهون ويعجبون ويحتارون لجمال البناء ودقة التصنيع في المساجد وأماكن العبادة، وتلك الزخرفات التي أذهلتهم في بنائها وحسن تنظيمها وترتيبها. ولكن جاءت زحوفهم وذبحت المسلمين وألغت وجودهم هناك بعد 800 سنة 8 قرون وهم يحملون الراية كانوا أعزة. فلما نجح الأعداء في أن يصرفوهم عن الجلد، عن الشدة، عن أحكام الجهاد، عن الغزو، عن النفر في سبيل الله، وينصرفوا عن أن يربوا الجيل على أساس هذه الفرائض وأن ينشئوا الأطفال على أساس هذه الأحكام، جاءت زحوفهم إلينا أيها الأحبة تأكل الأخضر واليابس وتذبح الشيب والشباب. إن التجديد المعني أيها السادة هو التركيز على الفرائض المغيبة حتى تعود لحياة الأمة، وحتى يعيشونها فكرا واقتناعا ثم ممارسة وسلوكا. فانتبهوا، على مر التاريخ لم تتوقف أبدا صور العبادات ولا الأذكار ولا الأوراد ولا العلم ولا الكتابات ولا المؤلفات، بل كانت دائما تتزايد، وبتوجيه من العدو الغازي تتزايد في عصور الانكسار وفي عصور الانحطاط. أما الذي غاب عن حياة الأمة منذ أن ضاعت خلافتنا وإلى الآن، الذي ضاع من حياتنا هو أحكام وظيفة المسلم جهادا ودعوة وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، والنطق بكلمة الحق والصدع بها، وتربية النشيء على أساس المرابطة في سبيل الله وعلى أساس نفرة الخفاف والثقال من أجل إعلاء كلمة الله. حقيقة يجب أن نعيها، هزيلة تلك المنابر التي لا تركز على هذه الأحكام، ومشبوهة تلك المحاريب والمساجد التي لا تبني روادها وقصادها على أساس هذا التجديد في مثل هذه القضايا، ومشكوك فيها تلك العمائم التي لا تذكر الأمة بالأحكام التي هي التي ستفصل بيننا وبين أعدائنا. إنها أحكام العزة، أحكام الكرامة، أحكام الإباء، أحكام الفداء. إنه الجهاد أيها السادة، الجهاد الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: الجهاد ماض إلى يوم القيامة لا يبطله عدل عادل ولا جور جائر. والجهاد أيها الإخوة ليس هو صرخة منبرية، ليس هو خطبة منمقة ثورية، الجهاد ليس هو كتاب دبجت عباراته، الجهاد ليس هو شريط أحسن إنتاجه وإخراجه ومنتاجه، الجهاد ليس هو فكرة جميلة نرددها في مجالسنا، الجهاد ليس هو أشكال وصور وحصر، إنما الجهاد تربية نفس بعقيدة ثابتة وفكر واضح وتحديد هدف. إنما الجهاد هو إعداد أسرة صغارا وكبارا رجالا ونساء على أساس فريضته والاستعداد له، وكل يلعب دوره فيه. الجهاد إنما هو صبغة يجب أن نصطبغ بها دموعا ودعاء وآهات وأفكار وأحلام وأماني نسعى إلى تحقيقها. الجهاد إنما هو منهج حركة يسعى نحو الهدم والبناء، يهدم الرواسب الجاهلية المغلوطة المنحرفة
ويبني على أنقاضها صروح بناء إسلامي في الفكر والمعتقد، في الأخلاق والسلوك، في تحديد الأهداف والغايات. الجهاد أيها الأحباب إنما هو تربية أم على أن تكون محضنا يربي جيله. الجهاد إنما هو أب يحمل القضية بين جوانحه ويزرعها بحاله قبل قاله في نفوس صغاره وأبنائه. الجهاد إنما هو ممارسة يمارسها المتكلم والداعي إليه قبل أن تكون مجرد كلمات، يصبغ بها ليله ونهاره ويسعى إلى تهيئة الأمة وتعبئتها على كل المحاور وفي كل الأصعدة، مستثمرا مناسبات أفراحها وأتراحها واجتماعاتها ولقاءاتها. الجهاد إنما هو مجلس شورى نجتمع دائما نتدارس أحكامه وكيف نقوم به وكيف نعد كتائبه ونهيئ مواكبه ومراكبه. الجهاد أيها الأحباب إنما هو فريضة الوقت التي يجب أن نحدث النفس بها صغارا وكبارا قبل أن نختم بختم النفاق وقبل أن نموت ميتة جاهلية كما حذر النبي عليه الصلاة والسلام. الحقيقة الثانية التي يجب أن نعيها، لن يتوقف صراع الحق والباطل، ولن يتوقف صدام الكفر والإيمان إلى أن تقوم الساعة. وإننا أيها الأحباب حينما نؤكد الحقيقة الأولى ونريد أن ننطلق، يجب أن تضعوا في حسبانكم بأن الكون لن ينظف من الكفر والرذائل والمبقات، ولكن حسبنا أيها الأحباب أننا إذا ما استطعنا أن نعدم الرذيلة أن نحد منها، أن نكنس قاذوراتها من رحاب أمتنا ولتبقى في رحاب الكافرين. حسبنا أننا إذا ما استطعنا أن نقتلع جذور الباطل أن لا نسمح بوصول مادة السقيا إليه، وأن لا نسمح لجذوره أن تصل إلى جذور الحق فتضربها. الحق والباطل في صراع، الفضيلة والرذيلة في صراع، الكفر والإيمان في صراع، الخطأ والصواب في صراع، النور والظلمة في صراع. وطنوا أنفسكم على هذا، وهذه سنة من سنن الله، أي أنه لن يزول الكفر كليا، ولن يعدم الشرك عاما، ولن تمحى الرذيلة تماما. إنما حسبك أيها الحبيب أن تلعب دورك في أن تغلب كفة الحق على الباطل وكفة الأخيار على الأشرار. لأن عمر رضي الله تعالى عنه يقول: توشك القرى أن تخرب وهي عامرة. قالوا: متى؟ قال: إذا على الفجار على الأبرار، أي ازدادوا عددا وازدادوا سيادة وازدادوا قوة على الأبرار. فيا أيها الحبيب إني لا أعلم يقينا بأن أمثالك كثر ممن يحترقون لأمر الأمة، ولكن أصابهم اليأن الوهن، وغطتهم سحابة اليأس والملل بسبب اعتقاد في الذهن خاطئ بأن الباطل ممتد وجيوشه كثيرة، وأن الرذائل مسيطرة، وأن الكفر غلاب. فماذا نستطيع أن نفعل مع القلة والذلة ونحن الذين نعد على رؤوس الأصابع أحرارا وشرفاء؟ إذن أدرك هذه الحقيقة، لست مسؤولا على أن يفنى الكفر أو يباد الشرك أو تزول الرذيلة كليا، إنما أنت مسؤول على أن تلعب دورك في أن تطردها أقل ما يمكن من رحاب بيتك، من ساح أسرتك، على أن تطردها أقل ما تستطيع من رحاب مجتمعك وساحة أمتك. أنت مسؤول على أن تلعب الدور في أن تحد من الرذائل وأن تعلي من الفضائل، على أن يتراجع الباطل ولو خطوة ويتقدم الحق ولو سنتيمتر. أنت مسؤول عن هذا والصراع باق، وإنما أنت مكلف أن تخطو هذه الخطوة وأن تكثر سواد القوم من أهل الحق ومن أهل الكرامة والإباء وممن يحملون لواء الغربة. أنت مسؤول على أن تغلب جانب هؤلاء على هؤلاء ولو
بنفسك أنت بأن تصبغ نفسك بالحق وأن تكون حربا على الباطل بأفكارك وبدعوتك وبسيرك ونهجك. هكذا أنت منتصر، وهكذا لعبت دورا في تحقيق معادلة الانتصار. وهكذا أيها الحبيب يمكن أن يبنى على مثلك ومثل غيرك الكثير الكثير من مسائل تقدم الحق على حساب الباطل. فأدرك الحقيقة، وهذا ملخصها، ليس المراد منك أن تمحي الرذيلة كليا، إنما أن تحد من انتشارها. لست مكلفا في أن تبسط الحق على امتداد الكون كله حتى يغيب الكفر، إنما أنت مكلف أن يخطو الحق بك ولو خطوة، وهذه الخطوة قد تكون هي سبب النجاة بين يدي الله يوم العرض على الله سبحانه وتعالى. فلا يأس ولا ملل ولا قنوط، الكلمة في الميزان ثقيلة، الفكرة في الميزان ثقيلة، الخطوة في الميزان ثقيلة، وحسبك أن يأتيك الأجل وأنت في صف الشرفاء، وحسبك أن تأتيك المنية وأنت تسعى مع الحق نحو الباطل ولو سنتيمترات معدودة، وبهكذا تكون من الرساليين وتنجو بإذن الله. الحقيقة الثالثة أيها الأحبة، علينا أن ندرك بأن هناك مخطط خبيث بدأ ينتشر بين الناس بأقلام إسلامية، وبدأ يروج بدعاية من خلال مثقفين مسلمين أسماؤهم إسلامية. هذا المخطط هو عبارة عن فلسفة ما يسمى الأرباح والخسائر في قضية الصراع بين المسلمين واليهود، ويؤسفني إذا قلت الصراع بين ثلة من الشعب الفلسطيني واليهود، أي أن العرب والمسلمين لا يمكن أن أقحمهم في قضية الصراع لأنهم متفرجون، والمتفرج لا دور له، إن لم يصعد خشبة المسرح ويأخذ دوره فلا يحسب من الفاعلين. المتفرج لا قيمة له، ونحن أمة متفرجة أيها السادة، نحن نحسن التصفيق والتصفير، نحسن جعجعة المظاهرات وتنظيم المسيرات، أما أكثر من ذلك نحتاج إلى الكثير من دروس الرجولة حتى نسهم بدور فعال، ونحن تفصل بيننا وبين إخواننا آلاف الخنادق والسدود والحواجز. لكن عذرنا بين يدي الله بأن الأيدي مغلولة وأن الأقدام مقيدة، وأن دوننا بيننا وبين إخواننا مئات من خنادق النار وجدران الفولاذ لا بد أن نخترقها يوما ما بإذن الله، ونحن نعمل لهذا ليل نهار. إذن أيها الأحباب، الصراع بين الثابتين الصامدين من الشعب الفلسطيني وبين اليهود المدججين بكل العتاد والسلاح المدعومين من كل قوى الكفر، وإنما فلسطين هي النموذج لكل مواطن جراحنا أيها الأحباب، إن في أفغانستان أو في الشيشان أو في إندونيسيا أو في الصومال أو في كشمير أو في الفلبين أو في أي موطن من مواطن الجراح التي يهاجم الكفر فيها بقايا الشرفاء من أبناء هذه الأمة. أيها الأحبة، إن هناك فلسفة جديدة لمعادلات الربح والخسارة بدأت أقرأها بأقلام مسمومة، بدأت أرى لها مقالات على صفحات الجرائد والمجلات، بدأت أسمع حلقات كاملة في الإذاعات عن هذه المسألة بأسلوب خبيث يكاد أن يشكك الأمة في حقيقة هذه المعادلة. إن حقيقة المعادلة تقول كلما قام استشهادي بتفجير نفسه وقتل عدد من اليهود تتحرك الآلة العسكرية من اليهود لهدم عشرات المباني وقتل مئات الناس. وعلى هذا إذا قارنا بين الربح والخسارة
فنجد أن عدد قتل اليهود لا يتساوى مع الدمار الذي تحدثه الآلة العسكرية كردة فعل. الخلاصة يا مثقفينا أيها الخوان المتآمرون، الخلاصة تقول إذن فليوقف العمل الاستشهادي وليلجأ إلى الحلول السلمية وإلى صفقات التفاهم. ها هو الصوت الأمريكي ينبعث هنا والأوروبي ينبعث هناك. لا أيها الاستشهادي، لقد أفشلت التسوية، لقد كدتم أن تحوزوا سلامكم وأن تنالوا رضا شارون وأن يسكت عن قتل المزيد منكم، فلماذا فجرت نفسك؟ ولماذا أجلبت تهمة الإرهاب على المقاومين وعلى أبناء أمتك؟ أيها الاستشهادي، لولا فعلك الأحمق الذي قمت به لكنا الآن جلسنا على المفاوضات تحت المكيفات ولا تركتم الخنادق واستمتعتم ببرك السباحة في الفنادق. إن المعادلة تقول هكذا: تعسا لتلك الأصوات، وقبح الله تلك المعاطس، وأرغم الله تلك الأنوف التي واسم الخيانة عليها واضح. أيها الأحبة، خذوا هذه الحقيقة، إن معادلات الربح والخسارة لا يمكن أن تكون بهذه الصورة الهزيلة الشيطانية، لا يمكن أن تكون من خلال مقدمات الأمريكان ونتائج الأوروبيين. إن معادلات الربح والخسارة إنما تكون من خلال كلام الله ومن خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن خلال فعل النبي وفعل أصحابه الكرام صلوات ربي وسلامه عليه. ماذا يقول هؤلاء الأدعياء حينما يسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وددت لو أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. ماذا يقولون إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو القائد العام للأمة في حينها يتمنى أن يدخل أرض المعركة فيقتل مرات ومرات ومرات بيد الكافرين ومن أجل إعلاء كلمة الدين؟ فمن نحن أمامه؟ من نحن أمامه؟ أمام النبي الخاتم الذي بفقده فقدت الأمة الكثير وهو يتمنى الموت. أيها السادة، ماذا يقولون إذا سمعوا وصف علي كرم الله وجهه لأرض المعارك يقول: كنا إذا حمي الوطيس واحمرت الحدق وثار الغبار نتقي برسول الله ونلوذ به عليه الصلاة والسلام، وكان أقربنا إلى العدو يجالدهم جلاد الأبطال. ماذا يقولون؟ ماذا يقول أولئك القابعون خلف الأسوار في القلاع المحصنة وهذا المصطفى عليه الصلاة والسلام يتقدم بنفسه وإذا ما كان الأمر جللا كان أقرب الناس إلى العدو؟ ماذا يقولون إذا سمعوا أننا في حنين أعجبتنا الكثرة فخرجت علينا بعض كمائن الشرك ففرقت صفوف المعجبين بأنفسهم تعدادا وكثرة وثبت العدد القليل يتقدمهم محمد بن عبد الله على بغلة له وصوته يدوي وما زال يدوي يركض نحو الأعداء بلا وجل يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ماذا يقول هؤلاء حينما يبقى النبي في الساحة وحيدا يدير المعركة ويصرخ بالعباس: يا عباس نادي أصحاب البقرة، نادي أصحاب الشجرة، نادي من بايع بيعة الرضوان؟ فيناديهم وإذا بهم يلوى أعناق الخيل يصيخ السمع إلى نداء القائد ويتجمعون أفرادا وعلى أيديهم تتم المعركة فصلا وربحا لصالح الإيمان على الكفر. أيها السادة، أيها الأحبة، إن الخسائر في معركة الصراع لا تحسب بأعداد القتلى، لا تحسب بكمية الدم المهراق، لا تحسب بعدد البيوت المهدمة، إنما الخسائر
التي تكون من أجل أرض وعرض ومقدس ودين هي ربح في ميزان الله. من مات مات شهيد، ومن عاش عاش حميد، وحسب الذين ماتوا ويقول عنهم أولئك السفل الأقزام بأنهم في خسارة، حسبهم أنهم بموتهم أحيونا، حسبهم أنهم بدمائهم أيقظونا. صرخاتنا آهاتنا تلك القلوب التي قدت من حديد تكاد تنفجر على الكافرين، والله والله ما صنعها إلا الخسائر تلك وهي أرباح، وما أوجدها فينا إلا كوافر الشهداء وتساقط الصغار والكبار على أرض فلسطين. إنهم بدمائهم أقاموا الحجة على أمة المليار. يا شعبنا الصامد في فلسطين أثبت، تقدم، إياك والمفاوضة، استمر في المقاومة، فإن العدو بدأ يترنح تحت ضرباتك. أيها الشعب الصامد لا تنتظرنا فإننا دمى محنطة، لا تنتظرنا فإنا ظباء جفولة، ما زالت أكبر قضاياها المأكل والمشرب والمنكح. يا شعبنا الصامد مزيدا من دمائك، مزيدا من أشلاء صغارك، مزيدا من جثث شبابك، مزيدا من الشهداء، مزيدا من الشرفاء، مزيدا من القتلى، وإن الأحرار في كل مكان ستزحف كتائبهم إليكم بإذن الله في القريب العاجل. يا شعبنا الصامد لا تسمع لبوق الخوف، لا تسمع لدعاية الانهزام، لا تتأثر بحال القاعدين، لا تتأثر بحال الجالسين، لا تتأثر بمفاوضات الخونة، لا تتأثر بمفاوضات الخونة، إنما أعلن الصوت عاليا حتى تهتز الكائنات بنشيدها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يا شعبنا الصامد إننا نمضي إليك، سبقت أرواحنا الأجساد، سبقت نفوسنا هذه الأجسام، نحن معك بأفكارنا بأحلامنا بنومنا بآهاتنا بأمانينا وأحلامنا، وستجدنا رغم الصدود رغم الحواجز رغم الأبواب، ستجدنا معك بإذن الله في القريب العاجل. أيها الأحبة، حقائق أدركوا معناها وأدركوا بعدها حتى لا نسقط مع زمرة الساقطين في مستنقعات الخيانة والانهزام. اثبتوا وثبتوا وصنعوا النفس والأسرة والأجيال على أساس هذا المنطلق. أقول قولي وأستغفر الله فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول الله.